أبديت. اطرحت شركة نينتندو لعبة بوكيمون جو للهواتف الذكية على نظام أندرويد، واللعبة تحتوي على نفس شخصيات بوكيمون الكرتونية، ومن أهم مميزات اللعبة إنها دمجت بين التقنية والواقع، بحيث تعتمد اللعبة على مكان تواجد اللاعب، وللحصول على البوكيمون يتوجب عليه الحركة عشان يتم تحديد مكانه بالجي بي أس، وأثناء الحركة راح يلقى اللاعب البوكيمون اللي يبيه وبإمكانه السيطرة عليه. وبعد طرح اللعبة والإقبال الجماهيري الخيالي، زادت قيمة شركة نينتندو السوقية بنحو 7.5 مليار دولار.